نبدأ التوك. تفضل. السلام عليكم. أجل فلاون بالقاسم عاشور من أمازيغ ليبيا، ناشط في المؤسسات المجتمع المدني، رئيس منظمة تويزا للتراث الثقافي والتنمية البشرية من الأحداث من 2011 لليوم. طبعا بالنسبة للأنشطة نتاعنا لمدينة منظمة تويزا، قمنا بالعديد من الأنشطة من بينها المشاركات وال شاركنا ونظمنا يعني خارج ليبيا وداخل ليبيا. طبعا شاركنا مع تونس، شاركنا مع مصر في مهرجان كذا كذا. بالنسبة للغة الأمازيغية في ليبيا بالذات، حاولنا درنا عدة ندوات عدة كذا، فيه رغبة، فيه التعلم، فيه كذا، بما أن لا يوجد أي دعم من الدولة الليبية. بالعكس كان في محاربات من الدولة الليبية، حاولنا نديروا حتى ندوات في استوعاب وفي كذا. الدولة الليبية دارتنا القرار المسني في المناطق الناطقة الأمازيغية، لكن احنا في مدينة طرابلس نبو عدة شكاوى تجي من مدينة طرابلس، نبو تعلم في اللغة الأمازيغية في مدينة طرابلس، لأن النص أمازيغ ليبيا الجادة الأنفوس يسكنوا في طرابلس. دارين مراسلات في الفترة الجاية إن شاء الله ممكن يوفرون أماكن كذا كذا. وبالإضافة إلى شني المشاركات الدولية بين الجزائر والمغرب وتونس، يحبد تزيد المشاركات، لأن الفترة الماضية كانت في كورونا في كذا، لكن كنا في المدة الأولى نشاركوا، لأن الاختلاط والمشاركات والتبني هذا يزيد يعني الاحتكاك بالمناطق الثانية وتوصيل المعلومة وآلية كيف تقام الدورات وكيف تقام الآلية تعلم اللغة الأمازيغية في شمال افريقيا بجميع دول شمال افريقيا. ونقول ان شاء الله وتنمر في اللون تمكست. شكرا.